طب افرض بقى سعادتك. ما افرضش. روح دلوقتي. الراجل ده شكله مش غريب عليا، انا شفته قبل كده فين؟ الراجل ده كان شغال عند جابر. جابر؟ وايه اللي هيجيب اللي شغال عند جابر هنا؟ اكيد بس حبيبتي اختلطت عليكي الامر مش اكتر. بقول لك ايه، خلينا في المهم. انا عايز اجيب بقى صفاء دلوقتي عشان تتصفى، مش كده يعني؟ عيب. اديني بس فرصتي. ايه صفاء، تعالي مكتبي. برضه ما يصحش يا حبيبتي، اختي ومراتي يبقوا ضد بعض. تعالي يا صفاء، تعالي تعالي. الله 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 الله، مفاجأة دي. تعرف ان انت اول مرة تتصل بي عشان اجي وانت معاك المزة؟ صفاء، احنا عايزين نلم. ومال نلم؟ كل اللي انت عايزه يا زيدان. اللي انا عايزه ان انتي ومهرة تصفوا الحساسية اللي ما بينكم. حساسية؟ انا عن نفسي مفيش في قلبي اي حاجة تجاهها. وبعدين يا صفاء، ما احنا كده مش بنحل. سيبها براحتها يا زيدان، صفاء عارفة هي بتعمل ايه كويس. طب ما انتش عارفة وفاهمة اهو. كان نفسي، لكن يظهر ان في حاجات كتير انا معرفهاش. حاجات زي ايه يا مهرة؟ زي أدهم اللي مشي وجي مكانه يسري، والراجل اللي لسه ماشي دلوقتي ده اللي هو شغال عند جابر. حاجات كتير يا زيدان. أيومنا فين؟ اللي محدش يعرف لها طريق لغاية دلوقتي. احنا كده بنفتح مش بنقفل، بس مفيش مشكلة، أنا هجاوبك على كل أسئلتك يا مهرة. أدهم كان موظف عندي زيه زي أي موظف، ومشي يعني أمر طبيعي. والراجل اللي كان هنا فعلا هو شغال عند جابر، بس كان جاي ياخد قرشين عشان يجيب لي اللي في بطن جابر. وبالنسبة ليومنا، فأنا كنت متجوزها في يوم من الأيام، ودلوقتي بقت طليقتي، وفعلا ما عرفش عنها أي حاجة. متهيألي يا مهرة أنا جاوبتك على كل أسئلتك. تمام؟ تمام. لين انت مجمعنا مع بعض ليه؟ اقولك، لو عايزين الدنيا تبقى تمام لازم انتوا الاتنين تتصافوا مع بعض دلوقتي حالا.